مراسل الجزيرة من غزة لعله قد يكون لديه المزيد من المعلومات. وطبعا يبدو أن وائل الدحدوح طبعا غير جاهز الآن. على كل حال كانت هناك موجات من القصف الإسرائيلي استلمت مواقع عدة في غزة هذا الصباح، وكانت آخرها كما يبدو تلك الشقة التي قيل بأن عناصر من القسام كانت داخلها، وأعلن عن مقتل ثلاثة أشخاص، ربما أحدهم كما قالت الأنباء قيادي في كتائب القسام. طبعا قوات الاحتلال بأوامر من وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم ستواصل هجماتها على القطاع كما أفادنا بذلك مراسل الجزيرة. وطائرات الاحتلال تواصل عملياتها ضد أهداف للمقاومة كما يبدو. وائل الدحدوح إن كنت تسمعني ضعنا في صورة ما يجري، ونحن نشاهد هذه الصورة الآن من غزة وهذه عملية الدخان المتصاعدة نتيجة لعملية قصف كما يبدو. وائل الدحدوح، هذه عملية قصف فلسطينية، إطلاق رشقة من الصواريخ عبد الصمد من باتجاه الأهداف الإسرائيلية، وواضح بأنها تتجه إلى أهداف ربما تكون بعيدة نسبيا عن قطاع غزة وفقا لزاويتها وارتفاعها، وأغلب الظن بأنها تتجاوز منطقة الغلاف. الآن نستمع إلى أصوات انفجارات منبعثة من الجهة الأخرى، وكما يبدو فإنها عمليات القبة الحديدية التي تطلق الآن بكثافة عددا من القذائف، وهناك رشقة أخرى حقيقة بالتزامن في من منطقة أخرى الآن تنبعث رشقة أخرى حقيقة. وكما يبدو هذا تكتيك تلجأ له المقاومة الفلسطينية من أجل تشتيت رد فعل القبة الحديدية ومحاولة السماح للصواريخ بتجاوز عملية الاعتراض التي تقوم بها القبة الحديدية. دفعة واحدة تخرج نحو 10 صواريخ وعشرة أخرى من مكان آخر وثالثة، وهكذا حتى تشتت رد فعل وقدرة القبة الحديدية. من الآن هناك إطلاقات جديدة حقيقة، وهناك من موقع آخر إطلاق جديد، هذه حقيقة موجة ضخمة جدا من الصواريخ تطلق بالتزامن من عدة مناطق دفعات. الآن كما تشاهدون دفعات كبيرة من الصواريخ من 3 أو 4 مناطق من قطاع غزة تطلق باتجاه الأهداف الإسرائيلية. ربما عبد الصمد هذا ما كنا قد تحدثنا عنه، بأن المقاومة الفلسطينية وفصائلها وغرفتها المشتركة تقوم بعمليات التقييم المتواصل لما يجري في الميدان، وفي ضوء التطورات الأخيرة توقعنا أن تكون هناك إطلاقات مكثفة من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، وكما يبدو هذه ترجمة عملية لقرارات متخذة من قبل الفصائل الفلسطينية. بكل الأحوال هناك كما قلنا 3 أو 4 رشقات صاروخية انبعثت من قطاع غزة، وكما يبدو هذا رد واضح على التطور الدراماتيكي والتدهور في الأوضاع، وذلك والذي تمثل باغتيال مجموعة من القياديين الميدانيين من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وأيضا ذلك البيان من كتائب القسام الذي تحدث عن سقوط عدد من الشهداء والمفقودين في مكان ما من قطاع غزة عندما استهدفته قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما كانت هذه المجموعة القسامية تتحضر وتتجهز لصد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. إذن نحن أمام تطورات جديدة، الآن هناك رشقات جديدة، وبالتالي هذا الفعل ورد الفعل القصف والقصف المماثل سوف يبقي الجبهة. هناك قصف إسرائيلي هذه المرة في منطقة شرق جباليا شمال قطاع غزة، وهذه الأعمدة من الدخان ناجمة كما يبدو من قصف إسرائيلي مدفعي هذه المرة ضد هدف في هذه المنطقة التي تحد الناحية الشرقية من منطقة جباليا. لا نعرف طبيعة الهدف بطبيعة الحال، ولكن بالتأكيد سوف تردنا تباعا
المعلومات من الميدان. الآن هناك تصريح جديد لكتائب القسام تقول بأنها توجه الآن ضربة صاروخية هي الأكبر حتى الآن لمدينتي إسدود وأسقلان المحتلتين، وذلك ردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي. كما قلنا عبد الصمد، هذا رد واضح من كتائب القسام، وهو الأمر الذي يستهدف بلدة أسدود التي تبعد أكثر من 40 كيلومتر عن قطاع غزة، وهو الذي توقعناه بأن تكون وجهة الصواريخ القادمة بعد هذا التطور والتدهور في الأوضاع، تكون أبعد من منطقة الغلاف وأبعد من منطقة أو بلدة عسقلان، وبالتالي هذه المرة تستهدف عسقلان وتستهدف أيضا مدينة إسدود كما قلنا، التي تبعد أكثر من 40 كيلومتر عن قطاع غزة، وهو يعتبر توسعة من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية على الأقل بالحكم على الساعات الأخيرة التي من الرشقات الصاروخية التي استهدفت منطقة الغلاف إلى جانب بلدة عسقلان وفقا وتبعا للتطورات. لكن الآن تضاف منطقة جديدة وهدف جديد من قبل الفصائل الفلسطينية وهي مدينة إسدود. نعم، بالنسبة للبيان الذي صدر عن كتائب القسام وائل، وهي طبعا جناح العسكري لحركة حماس، وأشرت فيه إلى أن البيان تحدث عن سقوط استشهاد مجاهدين للكتائب ومفقودين أيضا، ولكن في مكان ما ودون الإفصاح عن مزيد من المعلومات كما أشرت. ما مغزى هذا الأمر؟ الآن عبد الصمد، قبل أن نتحدث عن المغزى، هناك رشقة جديدة مكونة كما يبدو من 10-11-13 صاروخ، 15 صاروخ تقريبا، 16-18-18 صاروخ تقريبا، انطلقت كلها دفعة واحدة. الآن وصل العدد إلى 20 صاروخ متجهة إلى ذات الهدف الذي اطلقت من أجله الرشقات الثلاثة السابقة، وبالتالي قد يكون الأمر مدينة عسقلان، وقد يتجاوز إلى منطقة إسدود هذه المرة أيضا. لكن بعد قليل، طالما أن الأمر يتعلق بهذا العدد الكبير من الصواريخ، فإنه بعد قليل بالتأكيد سيكون هناك توضيحات وفق التكتيك الجديد إن صح التعبير، والتغريدات التي اعتمدت كمبدأ للتبني من قبل كتائب القسام والفصائل الفلسطينية. الآن القبة الحديدية تحاول التصدي والاعتراض لمثل هذه الرشقات، لكن واضح بأنها فشلت أولا لهذا العدد الكبير والتتابعية في ربما عملية الإطلاق، والزوايا مختلفة قليلا أو نسبيا من لهذه الصواريخ، وهي التي تقوم على تشتيت وتضليل القبة الحديدية التي هذه المرة كما يبدو فشلت في إطلاق إلا عدد قليل، نحو 4 مقذوفات صاروخية فقط، حاولت اعتراض نحو 20 صاروخ أطلقت دفعة واحدة باتجاه الأهداف الإسرائيلية.